سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طبتم وطابت أوقاتكم من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء وكالمعتاد نستهل نشرة بسم الله الرحمن الرحيم إليكم أهم العناوين رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرجل يترأس أعمال الجلسة 15 لمجلس الوزراء إثيوبيا تستضيف منتدى مخصصا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية الإثيوبية تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي أهلا بكم برعاية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل مرجل عقد مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي جلسته 15 لهذا العام وناقش الوزراء خلال هذه الجلسة المشاريع القانونية المندرجة في جدول أعمال هذه الجلسة وكالعادة علق معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد علي يوسف على أبرز ما جاء في هذه الجلسة فلنتابع بسم الله الرحمن الرحيم sous la présidence du chef de l'État son excellence monsieur Ismaïl Omar Guelleh s'est tenue la 15e séance du conseil des ministres en ce mardi 27 novembre 2018 كان في جدول أعمال هذه الجلسة 15 لمجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم في قصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قلي 7 مشاريع قانونية وهي كالأتي المسألة الأولى تتعلق حول مشروع مرسوم يقضي بتبني النظام الأساسي لصندوق الضمان الجزئي في جيبوتي مشروع هذا المرسوم الخاص بتبني الأوضاع الكاملة لإجراءات النصوص صندوق الضمان الجزئي وخاصة المرسوم رقم 95 الصادر في عام 2016 من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتعلق حول تنظيم وسير أعمال الصندوق هذا سيكتمل هذه الإجراءات من خلال ميثاق المساهمين من القطاع الخاص والدولي من ادخار رأس مالهم في هذا الصندوق ويتعلق مشروع مرسوم آخر حول تطبيق قانون رقم 88 للهيئة التشريعية السابعة حول تنظيم أنشطة منتجي الطاقات المستقلين حيث قامت جمهورة جيبوتي بتحرير إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التبني في الأول من يوليو عام 2015 قانون يتعلق بتنظيم أنشطة منتجي الطاقة المستقلين بهدف إلى إنجاز الأهداف المحددة من قبل الحكومة الجيبوتية باستخدام 100% الطاقة الخضراء حتى عام 2020 ووضع إطار قانوني ملائم لجذب المستثمرين والاستثمارات من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية المسألة الثالثة تتعلق حول مشروع قرار يقضي بتحديد القيم الحدية للمنشآت التوليد الكهرباء حيث أن هذه القيم الحدية تتعلق بنظام الترخيص أو الامتياز المطروح لمختلف المنتجين المستقلين للكهرباء المسألة الرابعة تتعلق حول مشروع قرار يقضي بتحديد رسومات الطلب ٢ مليون فرنك جيبوتي ولمنتجي السيارات جي 1 5000 فرن استقرار منتجي السيارات 100 من السيارات بيتو 20000 فرنك الجلسة على مشاريع قانونية أخرى فلنتابع المسألة الخامسة تتعلق حول المشروع المرسوم يقضي بتنظيم المجتمعات المتبادلة حيث يهدف المشروع هذا المرسوم إلى مشاركة المجتمعات الريفية في المشاريع التنموية وذلك من خلال توفير معدات لازمة لأداء مهامهم وتنمح هذه المجتمعات بأن تصبح عنصرا للتنمية المحلية والمعنية الرئيسي للمؤسسات التي تحمل مشاريعا للتنمية كي تستفيد منها المجتمعات الريفية هذا ويجب إدماج المجتمعات الريفية في ديناميكية النمو السريع واستراتيجية التنمية وتلعب هذه المجتمعات المتبادلة دورا في هيكلة لا مركزية لمنفعة العامة المسألة السادسة تتعلق حول مشروع القرار يقضي بمنح قطعة أرض لصالح المختلف الوزارات التالية
لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمساحة تقدر 12500 متر مربع، ومساحة يقدر أيضا 9950 متر مربع في ليابلي وحي مستتر لبناء مدارس ابتدائية لوزارة التجهيزات والنقل. منح أيضا مساحة تقدر إلى 1870 متر مربع في ليابلي لإنشاء مقر لها لوزارة الصحة، مساحة تقدر 2335 متر مربع في ليابلي لإنشاء مركز صحي، ولأمانة دولة للشباب والرياضة مساحة تقدر 2370 متر مربع في ليابلي لإنشاء مساحة للألعاب. مسألة السابعة تتعلق حول مشروع القرار يقضي بإنشاء مساحة لوضع المعدات والتجهيزات لمختلف الوزارات، وتقضي هذه المنطقة وهي أعلى على الطول الشارع عصامو وبلبل الشمالي، وذلك في إطار المشروع التنمية الحضرية وهي صالح لوزارة المنتدبة لذا لسان، وأيضا هي أيضا لصالح الوزارة المنتدبة لذا لا مركزية، ولصالح أمانة دولة للشباب والرياضة لوضع تجهيزات رياضية. وأخيرا تتعلق المسألة الثامنة حول المشروع القرار يقضي بمنح قطعة أرض بمساحة 110 هكتار لصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان لوكالة إعادة التأهيل الوسط الحضري والسكن الاجتماعي، وذلك في إطار القضاء على المساكن العشوائية. إلى الجمعية الوطنية، حيث ترأس رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية البرلمانية يوم أمس اجتماع عمل للجنة لمناقشة وإعداد ميزانية العام الجديد. هذا وناقش أعضاء اللجنة على نطاق واسع الميزانية التي قدمتها الحكومة. ومثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير الميزانية السيد بودي أحمد ربلي. شارك معالي وزير البيئة سيد موسى محمد أحمد أعمال المؤتمر الأول حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي عقد يوم أمس 26 من نوفمبر لهذا العام في نيروبي كينيا. وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وشهد هذا المؤتمر مشاركة رؤساء الدول والوزراء. ومثل رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر معالي وزير الإسكان والتعمير والبيئة سيد موسى محمد أحمد والذي شارك في أعمال هذا المؤتمر، وقد رافقه وفد رفيع المستوى مؤلف ممثلين للوزارات المختلفة والمجتمع المدني. ويهدف هذا المؤتمر إلى إيجاد نموذج اقتصادي جديد شامل ومستدام يعتمد على النمو ويحافظ على سبل العيش ويضمن الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية. هذا وألقى وزير الإسكان والتعمير والبيئة سيد موسى محمد أحمد خطابا هاما أكد فيه على الحاجة الملحة لبلداننا لإعطاء أولوية قصوى لإنشاء الاقتصاد الأزرق وتحسين الإدارة المؤسسية لهذا الغرض لوضع تدابير مالية لهذا المفهوم الجديد. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الفرنسية الجنرال فرانسوا الذي يتواجد في الأراضي الوطنية في إطار زيارة تستغرق 48 ساعة. ويرافق الجنرال الفرنسي شخصيات عسكرية فرنسية رفيعة المستوى من بينهم قائد القوات الفرنسية المتمركزة في جوت العقيد تيري لافال الملحق الدفاع. وشهدت مناسبة استقبال الوفد الفرنسي العسكري عرضا عسكريا وعزف نشيد الوطني لكلا البلدين بحضور كوادر من القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأثناء هذه الزيارة لمقر القوات المسلحة الوطنية شارك الجنرال الفرنسي والوفد المرافق له في أعمال اجتماع مهم مع رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الوطنية وشخصيات عسكرية جيبوتية رفيعة المستوى، حيث رحب الفريق زكريا شيخ إبراهيم بالوفد الفرنسي متمنيا لهم طيبة الإقامة في جمهورية جيبوتي أرض اللقاء والتبادل خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها. وعقب مراسم الاستقبال قام رئيس هيئة القوات المسلحة الفرنسية الجنرال الفرنسي قام بزيارة إلى الهياكل الاقتصادية الرئيسية التي لها دور رائد في العملية التنموية للبلاد، بما في ذلك ميناء دورال متعدد الخدمات والمنطقة دورال الحرة الواقعة في نقطة 20، إضافة إلى محطة الميناء الأخرى والسكك الحديدية التي طورتها جيبوتي في الفترة الأخيرة بشكل كبير. هذا وتلقى الوفد الفرنسي معلومات تتعلق حول كيفية سير أعمال هذه البنيات التحتية التي تتمتع بها جمهورية جيبوتي، حيث قام بجولة تفقدية في البنيات التحتية كالمواني والمناطق الحرة التي تتمتع بها جيبوتي. هذا وتوجه إلى المنطقة الدولية الحرة الواقعة في نقطة 20، إضافة إلى محطة الميناء الأخرى والسكة الحديدية التي طورتها جيبوتي في الفترة الأخيرة بشكل كبير برفقة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم. وأقيمت مأدبة غداء على شرف الوفد الفرنسي بقيادة رئيس هيئة القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فرانسوا في إطار زيارتي إلى جيبوتي التي تعد الأولى له منذ تولي منصبه، وذلك في الفندق التابع للقوات المسلحة الوطنية في معسكر الشيخ عثمان. وعقب مأدبة الغداء قام دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد بتقليد رئيس هيئة القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فرانسوا برتبة 27 من يونيو بحضور رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم. افتتح صباح يوم أمس في فندق كامبيسكي بالاس ورشة عمل حول الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب. هذا ونظمت هذه الورشة من قبل دائرة الشرطة الوطنية بالتعاون مع جامعة أبي النايف في العلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، وتستمر هذه الورشة لمدة 4 أيام بهدف تزويد المشاركين بمعلومات تتعلق بالأضرار التي يسببها الإرهاب والعنف والتطرف. ويشارك في هذه الدورة 50 عنصرا من عناصر مختلف الوحدات الأمنية وهي الشرطة الوطنية وخفر السواحل والدرك الوطني. هذا وتخللت هذه المناسبة بإلقاء سلسلة من الكلمات من بين كلمة مثل جامعة أبي النايف. ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من الواجب الديني والعربي الذي يجمعنا، سيسعدنا في هذا اليوم أن نلتقي في أحد اللقاءات العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بلدكم الشقيق، والتي ستكون بعنوان التطرف ومكافحة الإرهاب. وشرفنا اليوم سعادة المدير العام للشرطة الجيبوتية، أحياكم الله جميعا. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار المدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فارح إلى أهمية هذه الورشة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف في بلادنا، فلنتابع. يسعدني في بداية أن أنقل إليكم تحيات المعالي وزير الداخلي حسن عمر محمد، رعى هذه الورشة العلمية التي تنظمها جامعة النائف العربية للعلومات الأمنية بالرياض، وهي جناح العلمي تابع للمجلس الوزراء الداخلي العربي. ويشرفني أن أرحب بسيادة المحاضرين في بلدهم الثاني جمهورية جيبوتي بين إخوانهم الضيوف كراما. سيادة الحضور، تكمن أهمة هذه الدورة في أنها تعالج خطر بهذه العالم في هذا الزمن، إنها ظاهرة الإرهاب والتطرف التي يعاني في ولايتها الكثيرة من المجتمعات والدول، وتبادع غالبا من فكر المنحرف يوجد طريقه لدى الشباب، ثم يتحاول إلى أزمة الفكرة الفكرية، يزرع الرعب والخوف في قلوب الناس وتكون سببا في تدمير الدول والمجتمعات.
دشنت الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في جوتي الندوات الشرعية والعلمية والفكرية لعام 1440 للهجرة الموافق 2018، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف. وجرى حفل التدشين تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في جوتي وبحضور القائم بأعمال السفارة والملحق الديني الشيخ عبد الرب أحمد حكمي والأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عكية قورح فات ومدير المدرسة السعودية، بالإضافة إلى العشرات من الأئمة والدعاة. وفي خطابه تطرق الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف جهودها في ترسيخ القيم الوسطية والاعتدال ونشر الوعي الصحيح وتطوير النشاد الديني وتعزيز المبادئ الأخلاقية السامية، تنفيذا لتوجيهات الفخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي حفظه الله عبر أنشطتها المتنوعة التي تغطي كافة شرائح المجتمع الجيبوتي، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة ومن أبرزها الملحقية الدينية السعودية. من جهته ألقى فضيلة الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جوتي الشيخ عبد الرب أحمد حكمي كلمة في افتتاح الندوات الشرعية والعلمية والفكرية، أشار فيها إلى الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الملحقية والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة. فلنتابع. إن الملحقية الدينية بالسفارة السعودية في جمهورية جيبوتي وبالتعاون الدائم والوثيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي تقوم بالعديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة والنافعة للمجتمع الجيبوتي، وإن دل ذلك فإنما يدل على العمق الأخوي بين البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي. وانطلاقا من هذا العمق الأخوي، فإن الملحقية الدينية بالسفارة السعودية وبتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ومعالي الوزير مؤمن حسن بري تقوم في هذا اليوم بتدشين لسلسلة من الندوات الدعوية والتوعوية والفكرية التي تحرص على تلاقح أفكار العلماء والدعاة ليقوموا بدورهم في توجيه المجتمع من الأخطار التي تحدق بالمجتمع، سواء الأخطار أخطار الإرهاب والأفكار المنحرفة. نظمت محطة النفط في دورالي بالتعاون مع دائرة الدفاع المدني دورة تدريبية حول مكافحة الحريق بغية الحفاظ على بيئة المحطة. هذا وتهدف هذه التدريبات إلى التمرن بكيفية مواجهة النيران لصالح عناصر التدخل ورجال الإنقاذ والإطفاء، وأيضا إلى تحسين قدرات هؤلاء العناصر من الجهات المعنية. ويعد تحسين الجودة وتلبية المتطلبات البيئية وحماية الموظفين والحفاظ على المعدات في محطة النفط من المهمات الرئيسية التي تختص بها سلطة محطة النفط في دورالي. وشارك في هذه التمارين عناصر عديدة من الدفاع المدني وعدد كبير من الموظفين والضباط بغية التنسيق في تنفيذ هذه التمارين، بالإضافة إلى العديد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف. كما شارك في هذه المناسبة مدير عام المحطة النفطية في دورالي السيد حسين أحمد حسين ومدير الدفاع المدني على قيد محمود موسى. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار قائد الدفاع المدني على قيد محمود موسى إلى أهمية هذه المناسبة التي يتم فيها تدريب عناصر الدفاع المدني حول مواجهة الحرائق، حيث أشار إلى أن هذه المناسبة أيضا تهدف إلى التمرن بكيفية مواجهة النيران لصالح عناصر التدخل ورجال الإنقاذ والإطفاء، وأيضا إلى تحسين قدرات هؤلاء العناصر من الجهات المعنية. ويعد تحسين الجودة وتلبية المتطلبات البيئية من المهمات التي تختص بها السلطات محطة النفطية. رصدت سفينة مصرية تحمل على متنها زيت النخيل لتموين شركة جولدن إفريقية بزيت يوم أمس في شاطئ الميناء متعدد الأقراض المعروف بـ DMP. هذا وستبدأ شركة جولدن إفريقيا أعمالها بعد تدشينها، وستقوم بتكرير زيت النخيل الخام وتعبئتها، حيث ستنتج يوميا 600 طن من الزيت. وحضر مناسبة مجيء هذه السفينة الزيت مدير العمليات لشركة جولدن إفريقيا السيد ألين ومديرة الموارد البشري للشركة، إضافة إلى مديرة التسويق لميناء متعدد
خدمات السيد هبون عبد الرحمن ومدير علاقات العامة لشركة جولدن السيد فايز. وتعتبر شركة جولدن إفريقيا لإنتاج الزيوت ثاني شركة في إفريقيا بعد شركة نيروبي في كينيا، وتهدف إلى توسيع أعمالها خلال الأشهر القادمة وتصدير منتوجاتها أو منتجاتها في البلدان المجاورة كإثيوبيا وصوماليلاند. وحسب مديرة الموارد البشرية في الشركة أكدت إلى أن الشركة استقطبت حوالي 120 من العمال خريجي الثانوية التقنية في جيبوتي. بدورها أشارت مديرة التسويق لميناء جيبوتي متعددة الأغراض السيدة هبون عبد الرحمن آدم إلى أن هذه السفينة جاءت للمرة الثالثة لتموين زيت لشركة جولدن أفريقيا، وهي الأولى من نوعها التي تقوم بتقرير زيت النخيل الخام. وأضافت قولها بأن هذه الشركة ستساهم دون أدنى شك في تعزيز دور جيبوتي في مجال إنتاج منتجات الزيوت، كما قدم شكرها وأيضا امتنانها لهذه الشركة التي جاءت لتقرير زيت الخام في جمهورية جيبوتي. نظم في مركز التنمية المجتمعية في الحي الرابع أمسية احتفالية وثقافية وغنائية، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للشباب. المزيد وتابع في سياق تقرير التالي. وشهدت كافة مراكز التنمية المجتمعية في العاصمة جيبوتي مناسبات مكرسة لإحياء اليوم الوطني والإفريقي للشباب. ونظم في الحي الرابع أمسية غنائية من قبل الشباب الحي ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وجمعت هذه المناسبة العديد من الشباب والأطفال القاطنين في هذا الحي، إضافة إلى مدير مركز بالإنابة السيد أحمد علي ورئيسة قسم المركز التنمية المجتمعية السيدة قريشة علي ومديرة مركز التنمية المجتمعية في الحي الرابع السيدة فاطمة حمد. هذا وكان شعار الذي تم اختاره هذا العام للاحتفال الأسبوع المكرس للشباب، وهو موضوع حماية البيئة. والهدف الأساسي من هذه الأنشطة هو رفع مستوى الوعي لدى المجتمع وخاصة الشباب الجيبوتيين بشأن حماية البيئة، وطالب المسؤولون في هذه المناسبة بالمسؤولية والحفاظ على البيئة. تبحث عائلة سليمان محمد عن ابنها محمد أمين الذي البالغ من العمر 6 أو 9 سنوات، والذي خرج من المنزل في 24 من الشهر الجاري. وعلى من يجد هذا الطفل الاتصال ب 77 و65 و67. من الأنباء الوطنية إلى الأنباء الدولية. تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتدى اقتصاديا صينيا إفريقيا اليوم الثلاثاء 27 من نوفمبر 2018. المزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتدى اقتصادي صيني إفريقي اليوم الثلاثاء 27 من نوفمبر 2017. مبادرة من اتحاد غرفة التجارة والصناعة الإثيوبية بالتعاون مع مركز الصين الدولي للمعارض، يهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز النمو المشترك من خلال تعزيز الشراكات. وحسب المنظمين من المتوقع أن يحضر الاجتماع مئات الشركات الصينية من 29 قطاعا مختلفا، وأن يقيموا علاقات مع نظرائهم في أثيوبيا وإفريقيا، كما ستكون فرصة لإقامة شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. إن قرار السلطات الأثيوبية باستضافة اجتماع كبير من هذا النوع ليس مجرد مصادفة، حيث يأتي تنظيم المنتدى في سياق أصبحت فيه الصين تزداد أهمية في خطط الحكومة الأثيوبية لطموحاتها في تطوير القطاع الصناعي، وتلك التي تجعل من البلد مركز التصنيع في إفريقيا بحلول عام 2025. إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يصدق تقريرا أصدرته حكومته الأسبوع الماضي يحذر من خسارات اقتصادية هائلة، وفي حال استمرت انبعاثات الكربون في زيادة الاحتباسات الحراري بلا رقابة. ولفت ترامب إلى أنه قرأ بعضا من ذلك التقرير واعتبره جيدا، ومع ذلك رفض ترامب التحذير الرئيسي في التقرير الذي حمل اسم التقييم الوطني للمناخ، والذي يتحدث عن حصول خسائر بمئات مليارات الدولار في نهاية القرن من جراء التغيير المناخي إذا لم يكن هناك
خفض عالمي كبير مستدام للانبعاثات، وكرر قائلا لا أصدق ذلك، مردفا عليكم أن تشمل الصين واليابان وكل آسيا وجميع البلدان الأخرى. أتعرفون التقرير يتوجه فقط إلى بلدنا، وتابع حاليا نحن أفضل في معدلات نظافة هواء مقارنة بما كنا عليه في السابق. وفي نبأ الأخير من هذه النشرة، حيث قتل أكثر من نصف نساء العالم في العام الماضي 2017 على يد شركائهن وأفراد عائلاتهن، مما جعل المنزل أخطر مكانا للمرأة. وجاء ذلك في تقرير أصدرته الأمم المتحدة يوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي أو يوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وارتكبت ما مجموعه 87,000 جريمة قتل، ما يقرب من 50% من قبل الشريك أو أفراد الأسرة. وتعتبر إفريقيا والأمريكيتان هي مناطق العالم التي يحتمل أن تقتل فيها النساء، وفي إفريقيا يبلغ المعدل 3.2 ضحية لكل 100 امرأة. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.